شريران تعتدون على الناس والله تعالى لا يحب المعتدين الآثمين. لنتكل على الله. توكلنا على الله. سننتصر عليكم بإذن الله تعالى. ماذا؟ سنستعين بالله عليكم. وما نفع حياتكم إن بقيتم عبيدا؟ خلقنا أحرارا لنعيش بكرامة، فكيف نرضى بالظلم والذل؟ والله لا يحب الظالمين. كيف ترضون بالعبودية وقد خلقكم الله أحرارا؟ لنتكل على الله سبحانه، فهو ولينا وسنجد مخرجا بإذن الله. فوضوا أمركم إلى الله سبحانه. بارك الله فيكم. هيا اتكلوا على الله. هيا سنستعين بالله على قتالهم. بارك الله فيكم. أرجو أن يكون الله في عونكم دائما. والآن السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخوتي. جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.